السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه بلاي جراوند ده بيديك كمية كبيرة جدا من الصور، تقدر كل يوم تكريت 500 صورة في اليوم، تمام؟ فأعتقد إن أنت مش هتخلصهم يعني. طيب تعال نبدأ مع بعض. هتيجي هنا تكتب البرومت اللي أنت عايزه، إليفنت بلاي فوتبول، تمام؟ وممكن تقول له استخدم الـ AI على اساس ان وانا بكتب اي حاجة هو يستنتج حاجة تانية، تمام؟ يعني كل ما تيجي تكتب حاجة هو يبدأ ان هو يديك مقترحات. طيب هنا بعد كده عندي هنا الموديل، بيفرق كتير جدا ان انت تشتغل على سول ديفيجن ولا بلاي جراوند، تمام؟ طيب خلينا نقول له جنريت، وفي خاصية حلوة اسمها image to image، ان انا اديله صورة وهو يطلع لي صورة من خلالها، يعني الصورة هيعتمد عليها، تمام؟ شايف هو اقترح حاجات كتير اهوت، تمام؟ خد الكلمة الصغيرة اللي انا عملتها وعمل بيها شغل جامد. طيب هنا الجادنس عايز كم صورة، خليهم 4. نقدر بقى نقول له اعمل لي صورة تانية وتالتة، المرة دي هيعمل 4 صور. هي الكرة باين عليها مش هتبان من الفيل دوت. السيت ده بيخلينا نلتزم بصورة معينة، هو المفروض راندم، لكن لو انت قلت له ديت ممكن تكتب له رقم صورة معينة فيبدأ ان هو يلتزم بيها، يخليها هي الأساس بتاعته. تقدر تعمل داونلود للصورة، تقدر ان انت تعملها اديت ان كانفا، تقدر ان انت تكبرها، تمام؟ which image has better، تمام؟ بيقول لي اي صورة اللي انت شايفها افضل في الكواليتي، تبدأ بقى تشوف اي صورة في الكواليتي، تمام؟ طيب ممكن نقول له سكيب. طيب خلينا مثلا على الصورة ديت نقول له ايه، احنا عايزين نكبر الصورة ديت. تقدر تقول له edit in Canva، يعني انت محتاج تعدل حاجة معينة، فبدل ما تاخدها على الفوتوشوب لا هو موفر لك هنا كانفا تقدر تعدل فيه اي صورة انت عايزها. ممكن تقول له edit in Canva، وده الرقم، ممكن ناخد الرقم ونحطه هنا. هنا بيقول انت عايز تعمل edit ولا copy link ولا edit in Canva ولا خلاها برايفت ما بيبقاش حد يشوفها غيرك، ولا تستخدم image to image يعني تعمل صورة تانية من خلالها، upscale تقدر انت تكبرها، ممكن تحذف الخلفية، يعني ممكن اقول له remove background يبدأ ان هو يحذف الخلفية ويخليه الفيل بس. طيب ممكن نقول له احنا عايزين هنا edit، يبدأ يديني امكانية ان انا اعدل في الصورة، يعني هو هيبدأ من الصورة دي. ممكن اقول له مثلا احط لي استاد، احذف لي الكورة، remove بول، يحذف الكورة مثلا. ممكن تضيف ماسك، او بيقول لي النسخة بطيئة شوية عشان هي ببلاش، لو انت عايز اسرع تدفع فلوس بحيث انها تكون اسرع، تمام؟ طيب احنا لغاية دلوقتي ما عملناش غير 6 صور من 500، وال500 هينزلوا كل يوم، يعني كل يوم هينزل لك صور تانية. الكانفا تقدر بقى تعدل الصورة، هاجي هنا اقول له editing canva، فممكن مثلا ايه تزود كده الصورة لو انت حابب. ممكن نقول له crop image لو انت في جزء عايز تشيله او ان انت عايز تعدل فيه، تحذف جزء معين. ممكن عايز تغير البريتس مثلا او الكونستراكت. طيب انا جيت هنا وقلت له جنريت ايمج واقول له كبر لي الصوره شويه، اللي هي اوت بنت. اوت بنت معناها ايه؟ ان هو هيبدا يشوف الحدود الصوره ويتخيل ايه الجزء اللي ممكن يضيفه للصوره، يعني صوره الموناليزا مثلا ممكن تزود عليها حاجه، مثلا نجيبها الناحيه دي. هو احنا واخدين اقصى حد للصوره، يعني لو صوره صغيره وعايزين نكبرها
ده الف 24 هيبدأ ان هو يكملها لي بالشكل دوت. وممكن نستخدم فلتر هنا عشان لو انت عايز تغير الشغل في الصورة مثلا، ممكن عايز تخليها بلاك اند وايت بالشكل دوت، يعني تبدأ تشوف ايه الفلتر اللي انت عايز تضيفه للصورة. طيب خلينا نعمل صورة تانية. ممكن تقول له هو عايز فايل ايديت ابلود لو انت عايز تعمل اي حاجة من الحاجات ديت. نرجع لكرييت واقول له بقى انا عايزك تعمل لي صورة الديناصور هو ملك وملكة. طيب نقول له جنريت، عمل صورة بالشكل ده. طب جنريت تاني. طب انا عايزك تعمل لي 4 صور عشان اختار. تقعد تجرب بقى تعمل صور لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها، وممكن تعدل البرومت لحد ما توصل للصورة اللي انت متخيلها.